السلام عليكم مشاهدينا الكرام، رمضان مبارك كريم، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والصالح الأعمال. اللاعب الذي سنسلط عليه الضوء في هذه الحلقة هو قلب الدفاع الحديدي نور الدين النيبت، صاحب التاريخ الحافل مع المنتخب المغربي والأندية الأوروبية التي لعب لها. نور الدين النيبت من مواليد 10 شباط فبراير عام 1970 في مدينة الدار البيضاء في أسرة فقيرة تقطن بأحد أحياء البيضاء، وكانت تضم 6 أشقاء، شقيقتين وأربعة ذكور. نشأ حب النيبت للمستديرة منذ كان يلعب في الأزقة والشوارع. اتخذ قرار مبكرا يقضي باحتراف اللعبة منضما إلى مدرسة الوداد وهو في سن 16، متدرجا في فئات الوداد السنية ليصبح لاعبا رسميا في فريق الكبار. تألقه اللافت جعله ينضم لصفوف المنتخب المغربي وهو لم يتجاوز 20 سنة. طيلة مشواره مع الوداد حقق عدة بطولات مهمة، بداية بكأس العرش موسم 1989 وكأس العرب ولقب الدوري المغربي 3 مرات، إضافة لدوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر العربي سنة 1992، وختمها مع الوداد بتحقيقه كأس الأفرو أسيوية للأندية سنة 1993. محطته الثانية قادته إلى فرنسا مع فريق نانت، ثم إلى سبورتينغ لشبونة البرتغالي الذي فاز معه بكأس البرتغال وكأس السوبر سنة 1995، لينتقل بعدها إلى الليغا الإسبانية مع ديبورتيفو لاكارونيا سنة 1996، ليتألق مع الفريق في 4 سنوات محققا لقب الدوري ووصافة في مناسبة وكأس الملك والسوبر، ووصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وفي سنة 2004 شد الرحال صوب إنجلترا مع توتنهام هوتسبير لمدة 2 موسم ختم فيها مسيرته الكروية. شارك نور الدين النيبت مع المنتخب المغربي في كأس العالم 1994 و1998 بفرنسا، كما كان قريب من تحقيق اللقب الأفريقي سنة 2004 في تونس مع جيل بادو الزاكي التاريخي. خلال مسيرته مع المنتخب سجل 4 أهداف، كان أولها سنة 1997 ضد منتخب إثيوبيا. بعد الاعتزال عمل النيبت مستشارا في الاتحاد المغربي لكرة القدم، لكنه أبعد لاحقا. مشاهدي الكرام، نصل لختام حلقة اليوم، انتظروني في حلقة جديدة مع أسطورة جديدة، ولا تنسوا دعمكم لقناتنا دكال 24 وترك تعليقاتكم أسفل الفيديو. إلى اللقاء.